فيها الفايت يوم إنه في أبها. بعطيكم هالسالفة. عزمنا الله يسعده حبيب الحبيب الغالي زهير، الشاعر زهير عسيري، ومن الشعراء الجميلين، احنا نمسي عليه على ما قاله، هو من ربع ابو حسان. فقالوا الشباب اذا تكرمت يا ابو عبد الله ما نبي مفاتيح والشغله هذه، لا نبي تان حصل مشويات، مع انها والله تكلف لكن عاد. والحصيني ترى اللي قال مشويات هو اللي شب علينا يبي مشويات عشان بس تعرفون. فراح ابو عبد الله الله يسعده وجاب الذبيحه، قال فيه مطعما في عقبه برمه نطلع لفوق يجهزونه لنا، نجيب لهم ذا ويجهزونه لنا. اثره يوم راح وقال لهم الذبيحه من عندي، قالوا لا اذا من عندك ما نسوي لك مشويات، صح نسوي لك حنيذ. حاول بغى وذا، المهم وصلنا احنا يوم وصلنا قال والله اني باغيتها على طلبكم لكن الجماعه رفضوا وكذا. قلت خل بأكلمه، قال لي نص ساعه انا ويا ابو مالك نكلمه ذا، والله عجزنا عنه مره. قلت ما خل بأكلمه واجي لمه، ما شاء الله تبارك الله. وذا كذا الشاب اللي على ما قال يفتح النفس، بسم الله عليه الرحمن الرحيم، الله يسعده ويبارك له ويبارك عليه. قال قلت له مساك الله بالخير، قال حياك الله، ولا ولد حي بسم الله عليه. قلت اسمه الكريم، انا ما ادري اقول اسمه ولا ما اقوله حسب موقف، والله موقفه زين الله يسعده، موقفه زين ارفع راسك. قال انا علي الشبيب. قلت ما سمعت انت اللي يقولون لا بغيت الجلسه تحلى وتطيب فخلك مع علي الشبيب؟ والله يوم استنى سانس انبسط الله يسلمك طول عمرك كذا. قلت لا في واحدة ثانية بعد. قال وش تعرف؟ قلت الرجاء بعد الله ما يخيب، لا صار عند حبيبك علي الشبيب. قال الله تسلم. قلت وأنا عاد عندي طلب أبغاه منك. قال آمر. قلت ذبيحة جايبينها حرام نرميها، نبيها مشويات، وأنتم عندكم النظام كذا هل بالإمكان خليها مشويات؟ قال مشويات. تعال يا أبو عبد الله عطنا. قال ويجي قال ما قال تعطيها خلاص وافق. قال كذا بالعراضي عطاه. قال سحرته. سحرته. قلت هي سحرته عطاه. ويدخل الله يسعده ويبارك فيه ويبارك له يا ربي يا الله، ويدخل ويرتب أمورنا كاملة ويتكتكها. ومن الأدب، من الأدب لهم ولمطعمهم صورناه ذاك اليوم وذكرنا الموقف الجميل منهم. جزاك الله استاهل. فأنا أقول الكلمة الطيبة يا جماعة الخير ترى أثرها طيب، والله أثرها طيب بالحين. فلا تبخلوا على أنفسكم وعلى الآخرين بالكلام الزين.